يظن مثلا في مصر بأحمد البدوي، يظنون أنه يعلم الغيب وأنه يعرف ما لا تضمر، وهذا الرجل لا يعرف له فضل في الإسلام، وإنما من باب الصيت والتلبيس على عوام الناس ظن أنه من الصالحين، ولا يعرف له إلا أنه دخل مسجدا ذات يوم في يوم جمعة فبال فيه ثم خرج ولم يصلي، فأي فضل وأي منزلة لهذا الرجل.